السنه النبويه المشرفه ومكانتها في التشريع الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله القائل تركت فيكم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله وسنه نبيه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فقد ارسل الله عز وجل رسله وانبياءه عليهم السلام لهدايه البشر والاخذ بايديهم من الظلمات الى النور ومن طريق الهلاك الى طريق النجاه والفلاح حيث يقول الحق سبحانه وتعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ثم ختم الله عز وجل الرسالات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجاء كما قال الله تعالى عنه شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا برساله خاتمه صالحه لكل زمان ومكان وانزل الله عز وجل عليه القران الكريم كتابا محكما معجزا لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ثم اوحى الله عز وجل اليه السنه المشرفه مفصله للكتاب وشارحه له حيث يقول تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ويقول سبحانه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القران ومثله معه والمتدبر لكتاب الله عز وجل يجد ان الله سبحانه وتعالى قد جمع بين اوامره تعالى واوامر نبيه صلى الله عليه وسلم في اكثر من موضع يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وقرن الله عز وجل بين رضاه ورضا نبيه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين كما قرن الله عز وجل طاعته بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: «من يطع الرسول فقد أطاع الله»، وجعل الله عز وجل هذه الطاعة سببا في الرحمة، يقول جل وعلا: «وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون»، ويقول جل شأنه: «وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون». وتتحقق هذه الطاعه باتباع سنته صلى الله عليه وسلم يقول تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقد اجمع علماء الامه وفقهاؤها على حجيه السنه المشرفه وانها المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل يقول سبحانه وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ويقول تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا والسنه المشرفه تشمل قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره يقول الحق سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وذلك في جميع احواله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم واريد حفظه فنهتني قريش عن ذلك وقالوا تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب فامسكت ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاشار بيده الى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق فالقران الكريم هو الاصل الاول للتشريع والسنه النبويه المطهره هي الاصل الثاني حيث انها شارحه ومفسره ومبينه لما جاء في كتاب الله عز وجل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بمراد الله سبحانه وقضاؤه صلى الله عليه وسلم وحكمه من قضاء الله تعالى وحكمه يقول الحق سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ويقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويقول سبحانه واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وحذرنا الله سبحانه من مخالفه امر رسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ولقد فصلت السنه النبويه المشرفه كثيرا مما ورد في كتاب الله تعالى مجملا فقد جاء الامر بالصلاه والزكاه في القران مجملا فقال سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فكيف نقيم اركان الاسلام من صلاه وزكاه وحج دون توضيح من السنه المشرفه حيث فصل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي فبين الكيفيه بفعله وبقوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها وفي الزكاه فصلت السنه كثيرا من فروعها وحددت انصبتها وكذلك الحج يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وحين جاء رجل الى سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه وقال له ما هذه الاحاديث التي تحدثوناها وتركتم القران فقال له ارايت لو اتيت انت واصحابك القران من اين كنت تعلم ان صلاه الظهر عدتها كذا وصلاه العصر عدتها كذا وحين وقتها كذا وصلاه المغرب كذا والموقف بعرفه ورمي الجمار كذا وكما فصلت السنه النبويه الشريفه المجمل من القران الكريم فهي ايضا قد تقيد المطلق ومن ذلك تقييد الوصيه بالثلث فعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وانا مريض بمكه فقلت لي مال اوصي بمالي كله قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. كما بينت السنة النبوية أن الوصية لا تكون لوارث، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". وذكرت السنة المطهرة تحريم الجمع بين المراه وعمتها وكذلك تحريم الجمع بين المراه وخالتها يقول صلى الله عليه وسلم لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اخوه الاسلام ونحن اذ نؤكد على مكانه السنه وحجيتها ومنزلتها في التشريع فاننا في الوقت نفسه نفرق بوضوح بين ما هو من سنن العبادات وما يندرج في اعمال العادات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان وعادات الناس مثل ما يتصل باللباس ووسائل السفر وغير ذلك مما يرجع لاعراف الناس فلكل عصر عاداته التي تختلف عن العصر الذي قبله وليس من المعقول ان نحمل الناس على عاده معينه في السفر او اللباس بحجه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فمرجع ذلك الى العرف والى ما يلائم العصر والبيئه ما لم يخالف ثابت الشرع الشريف فحين عد الامام الشافعي رحمه الله غطاء الراس من لوازم المروءه كان ذلك مراعاه لظروف بيئته وعصره واليوم لا غضاضه في ذلك لان العرف والذوق لا ينكران ذلك ونؤكد ان اعدى اعداء السنه نوعان اولهما المتاجرون بالدين المحرفون له الذين يلوون اعناق النصوص لمارب خاصه فيسفكون الدماء ويخربون باسم الدين ويحسبون انهم يحسنون صنعا والدين منهم براء وهؤلاء هم المتنطعون الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هلك المتنطعون قالها ثلاثا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف على امتي كل منافق عليم اللسان وثانيهما الذين لم ياخذوا انفسهم بنور العلم وادواته وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطورتهم فقال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فالسنه الشريفه بريئه من اي تطرف يجنح بها عن سماحتها وعن وسطيه الاسلام ومنهجه وتطرف اخر ينكرها بالكليه حيث يقول صلى الله عليه وسلم يوشك رجل متكئ على اريكته يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما كان فيه حراما حرمناه وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله ان الغلو والتفريط تطرف بعيد عن وسطيه الاسلام ومنهجه وظلم كبير للسنه النبويه التي تتسق كل الاتساق مع المقاصد العامه للقران الكريم وبفهم مقاصدها نقف على المقاصد العامه لديننا الحنيف وهو بلا شك عدل كله رحمه كله سماحه كله تيسير كله انسانيه كله واهل العلم قديما وحديثا على ان كل ما يحقق هذه الغايات الكبرى هو من صميم الاسلام وما يصطدم بها او يتصادم معها انما يتصادم مع الاسلام وغاياته ومقاصده ومن هنا ياتي دور العلماء المتخصصين في تقويم زيغ اهل الضلال والانحراف حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه انتحال المبطلين وتاويل الجاهلين وتحريف الغالين اننا في حاجه ماسه الى ان نفهم السنه النبويه الشريفه من خلال مقاصدها ومراميها والا نجمد او نتحجر عند ظواهر النصوص دون فهم ابعادها ومقاصدها ويتحقق ذلك بقراءه مقاصديه عصريه للسنه النبويه المشرفه تتواكب مع روح العصر ومستجداته وتقرب السنة النبوية إلى الناس هذا هو التجديد الذي تدعو إليه السنة المطهرة حيث يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها اللهم وفقنا لفهم كتابك الكريم وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد العالمين